أخبار اليوم. ممكن تكلمنا عن المشهد السوري اللي احنا شفناه كلنا؟ هو طبعا مشهد ضد الإنسانية بكل جوانبه، من اللي احنا شفناه من أطفال ومستشفيات بتضرب ومحطات مية، ده بيعتبر إبادة للشعب الإسلامي كله، مش إبادة للمسلمين الأشخاص، إبادة للشعب الإسلامي. حرام 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 حرام. المفروض نتعاون معاهم بكل شتى الطرق، نتعاون مع الشعب السوري. والله احنا كشعب عربي متضامنين مع الشعب السوري في اي حاجه بتحصل، احنا متضامنين معاه، لكن الاحداث طبعا ما ترضيش حد، واللي بيضغط بيه الشعب السوري من ناحيه الطرفين المظلوم في الناحيه الشعب السوري. سوريا حرام، يعني هو شعب يعني هو بيتضرب بدون سبب، يعني ما فيش اي كلام اصلا يعني هقدر اقوله هيوفي اللي حصل دوت، وهيؤدي لمشاعر الاسى والحزن فعلا اللي احنا فيها، ان يوصل بينا الحال ان تبقى دوله اسلاميه يحصل بيها اللي حصل دوت، ويجي عليها اليوم اللي ما يقدروش ان هم يصلوا صلاه الجمعه فيها، يعني دي مهزله. يعني لا احداث بجد صعبه، يعني انا نفسي مش عارف حتى اتفرج عليها على النت، يعني صور صعبه جدا. ربنا معاه والله، وربنا يكون في عونه. كفايه بس الاطفال، كفايه مناظر الاطفال اللي انت بتشوفيها دي، كفايه دي، انا مش عارف اقول لك غير كده، يعني دي كفايه علينا ان احنا نشوف. اكيد حاجه صعبه طبعا، هي هناك الحاله صعبه جدا، وربنا يكون في عونهم. زعلانة على الاطفال اللي زي كده شفت طبعا، يعني وجهه نظر حضرتك كيف يتم دعم الشعب السوري او مساندته في محنته؟ هو طبعا هذيك مفترض الجامعه الدول العربيه تاخد قرار رسمي وقرار يكون حاسم، ويتجمعوا بقوات دوليه تخش سوريا تحسم الامر، لكن من الواضح ان المصالح الدوليه هي اللي مقصره. يعني انا واحد من الناس شايف مصر كويس تعاطف معاه، يعني احنا نتعاطف معاهم، ضيوف طبعا فوق راسنا ما نقدرش نقول حاجه، دوله شقيقه لينا، والمفروض احنا كلنا تبرع يعني، وكلنا كل واحد عنده اي حاجه زياده المفروض نتبرع بيها ليهم، واي حد عنده مأوى ليهم، بيت سكن شقه اي حد اي حاجه يعني زياده نحاول نديها لهم، لان دول اخواتنا واحنا كلنا كعرب يعني. ساعدهم ونحاول نحل المشكله اللي بينهم دي بالسلم لو مش هينفع بالحرب، يعني ربنا ينقذكم من اللي انتوا فيه. كل الدول الاسلاميه تبقى ايد واحده، يعني للاسف يعني اللي هو دوت صعب جدا ان يحصل، والا كان حصل في فلسطين يعني اللي بيحصل فيها من اسرائيل، لكن كل دوله بتقول يلا نفسي، لا اهم حاجه اقتصادي، اهم حاجه سياستي تبقى حدودي، ومفيش اي حد خالص بيفكر في الدوله الثانيه اللي جنبها.